سلطانة خير إن شاء الله. شو لوين رايحة مريم؟ حابة روح اطمن على بايزيد، ولا هو معاقب؟ بتهوره يا مريم، اليوم في شخصين رح يلاقوا حتفهم، وهالعقوبة بتكفيه وزيادة. لك أنا عم ساوي كل يلي عم يطلع بإيدي وأكتر لحتى تتربوا أحسن تربية وتكونوا مناح، بس أنتوا عم تساووا العكس وتخجلوني قدام السلطان. سلطانة أنا بشو غلطت؟ أنتي شو ساويتي لأسمهان؟ شو صار بيناتكن جوات الحمام؟ ليش وقعت على الأرض؟ حكيت لك شو صار. بدي تقولي الحقيقة، خانقتوا مع بعض؟ لا، حاولت تعتذر مني، قالت لي إنه حابة تضل رفيقتي دائما، وأنا قبلت وما زعلتها. والله يا أمي كانت حادثة، هي وقعت. شوفي انتبهي منيح بعلاقتك مع هالبنت، ما بدي يصير بيناتكن أي مشكلة. وهلأ تعي معي. لوين؟ لازم نروح نطمن على صحتها ونشوف شو صار فيها. سلطانة، جينا لنطمن على أسمهان، إن شاء الله صارت أحسن. إيه؟ هي هلأ عم ترتاح بأوضتها؟ الحمد لله إنه الشغلة طلعت بسيطة كتير، وشكراً لمريم يلي كانت واقفة معها، هي يلي أنقذت حياتها مو هيك؟ حأطمن عليها. انت فعلا وحده ما بتستحي، باي وجه جايه لهون بعد كل اللي سويتيه معي؟ خلص خديجه، فوتي لهون يا هويام. فريال انت فيكي تروحي. مريم كتير حساسه، ويلي صار مع أسمهان خوفها كتير. هالشي مو غريب، ما بنتك مريم هي نسخة عنك يا هيام. شو قصدك؟ واضح إنه البنت عم تكذب علينا يا هيام. مريم صايرة مثلك بوشين. أسمهان عم تقول إنها تزحلقت ووعت لحالها، بس نحنا مو مصدقين. خديجة بكفي. سلطانة إذا كان عندكم أي شيء ضد بنتي ياريت تقولوه بشكل واضح ومن دون لف ودوران، بس ياريت ما تنسوا أنتوا عم تحكوا عنا أنها بتكون البنت الوحيدة للسلطان، هالشي مفهوم؟ خلينا نروح. حاضر أنا جاهزة. تصبحي على خير سلطانة. سلطانة؟